إسرائيل نفذت عملية اغتيال من شأنها استنزاف قدرات التمويل المالية الخاصة بالفصائل المسلحة المقربة من إيران. العديد من المصادر تحدثت عما جرى يوم أمس، على سبيل المثال الأسوشيتد بريس كما ترون، السي إن إن الأمريكية، وكذلك مصادر سورية مهمة مثل المرصد السوري لحقوق الإنسان. وهذه الضربة نفذتها كما تحدثنا يوم أمس إسرائيل بشكل مباشر، وهي التي أدت إلى مقتل من؟ إلى مقتل رجل الأعمال السوري المعروف الذي ترونه هنا، وهو محمد القاطرجي. هذا الرجل هو يعتبر مقربا من النظام السوري بشكل كبير، وكذلك من شخص الرئيس السوري بشار الأسد، وهو صاحب منشأة أو شركة مهمة ومجموعة قاطرجي. وهذه المجموعة هي مجموعة لديها وتأتي من ضمنها العديد من الشركات المهمة للغاية على المستوى الاستثماري وعلى مستوى الهندسة وفي العديد من القطاعات، ومن ضمن هذه القطاعات هي القطاع المرتبط بالنفط وكذلك بالغاز. ومتاح لهذه الشركة القيام بعمليات التنقيب تحديدا المرتبطة في الآبار، على سبيل المثال الاستكشافية أو الإنتاجية في القطاعات البرية والبحرية. ومتاح أيضا لهذه المجموعة أن تقوم بعمليات شراء وبيع النفط الخام، وكذلك في نفس الوقت أيضا أن تقوم هذه الشركة تحديدا بعمليات شراء وبيع المنتجات الهيدروكربونية بكافة أصنافها. هذه الشركة وقاطرجي تمت معاقبتهم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2018 بسبب الدور الذي لعبه قاطرجي فيما كان يجري في عام 2016 بين النظام السوري، نظام بشار الأسد، وتنظيم داعش الإرهابي، حيث كانت الولايات المتحدة الأمريكية تراقب تماما الدور الكبير الذي كانت تقوم به هذه الشركة من عمليات نقل للنفط وتبادل للنفط وتجارة بين النظام السوري وكذلك تنظيم داعش، وهو الأمر الذي مكن تنظيم داعش كثيرا في أن يكون قويا في تلك المنطقة وأن تكون هنالك تجارة مباشرة معه. وكان قاطرجي هو يعتبر نقطة حاسمة وحصرية في عمليات النقل النفطية والمشتقات النفطية أيضا في نفس الوقت. هو الأمر الذي دفع الولايات المتحدة إلى معاقبة هذا الرجل. كذلك أيضا في نفس الوقت أن المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد بأن هذا الرجل مرتبط في عمليات نقل السلاح الخاصة بالفصائل المسلحة العراقية من العراق إلى سوريا عن طريق الشاحنات الخاصة بشركاته. أما أن تنقل بشكل مباشر من العراق إلى سوريا أو أن تكون هذه الشركة حاضرة وشاحناتها حاضرة عندما تنقل من العراق إلى سوريا، يقوم في نهاية المطاف هذه الشركة بعملية نقل هذه الأسلحة لمن؟ للفصائل المسلحة المقربة من إيران إن كانت الموجودة في سوريا أو كذلك باتجاه حزب الله اللبناني. كذلك هذا الرجل يقوم بعمليات تمويل مباشرة للفصائل المسلحة، هو مسؤول على سبيل المثال عن تمويل مباشر بالرواتب لمن؟ للواء الباقر، وهي من الفصائل الموجودة في الداخل السوري، وكذلك أيضا إلى فصائل أخرى ألا وهي جبهة المقاومة أو ما يطلقون عليه المقاومة السورية لتحرير الجولان. وكذلك هو يقوم بتمويل فصائل أخرى مكونة من العديد من العناصر والمقاتلين لحماية مصالحه الاقتصادية وكذلك حماية نظام بشار الأسد وخدمة النظام. وبشكل عام هذا الرجل يعتبر رجل أعمال سوري مهم للغاية، ويوفر الكثير من الأموال لهذه الفصائل، وهو مقرب أيضا بشكل كبير من إيران وأيضا مقرب من الحرس الثوري الإيراني، وتحديدا نتحدث هنا عن فيلق القدس الإيراني، ولديه علاقات قوية للغاية مع حزب الله اللبناني. وحزب الله كما نعلم لديه تواجد أيضا في سوريا، هنالك مصادر تتحدث بأن لديه أيضا تمويل لعناصر حزب الله اللبناني، وبالتالي هو مسؤول عن رواتب مباشرة لكل هذه الأطراف. وجاءت إسرائيل هنا لتقوم بهذه العملية وعملية اغتيال هذا الرجل وجه ضربة واضحة جدا لعمليات التمويل التي تأتي لجميع هذه الفصائل وعمليات الربط التي تأتي من خلال هذا الرجل بين النظام وبين كل هذه الأطراف وحتى بين إيران وبين النظام تحديدا. وهذا يوضح طبيعة الخرق الكبير الذي يأتي أيضا من قبل الجانب الإسرائيلي لمن؟ لنظام بشار الأسد وكذلك لحزب الله اللبناني، حيث أنهم يعرفون الكثير من تفاصيل هذه الشخصيات التي تستهدفها إسرائيل، ويعتبر هذا الاستهداف
نوعا ما فريدا من نوعه، لأننا نتحدث عن رجل أعمال عن أموال، ولا نتحدث عن اغتيال قيادي كبير على سبيل المثال كما اعتدنا بشكل تقريبا يومي من قبل إسرائيل تحديدا. وإذا ما لاحظنا هنا على سبيل المثال طبيعة المنطقة التي استهدفت لسيارة هذا الرجل الذي قتل من خلال هذه الضربة هو ومساعده بالقرب من العاصمة السورية دمشق، تلاحظ هنا نحن أمام منطقة مرتفعة، الطريق عبارة عن طريق ذهاب وإياب، وكذلك ترى من الصورة الأخرى التي سنقترب منها الآن تلاحظ بأننا أمام عدد من العلامات التي تظهر بهذا الاتجاه، دعونا نقترب منها وسترى بأننا أمام أبراج على سبيل المثال، هذا برج أول وهذا برج ثاني تأتي بهذا الشكل، تبدو هذه الأبراج متقاربة نوعا ما، وترى نحن أمام مبنى أول ومبنى ثاني يأتي هذا المبنى تقريبا أبعد من هذا المبنى الذي نراه من الزاوية التي يتم تصويرها. وبالتالي إذا ما اتجهنا بسرعة إلى القمر الصناعي فالعملية والاستهداف جاءت بين العاصمة السورية دمشق بهذا الطريق وكذلك بين لبنان، هو طريق رئيسي ومهم للغاية. ونلاحظ إذا ما هبطنا إلى النقطة المتطابقة مع العلامات سنرى أن كل شيء متطابق، ترى هنا على سبيل المثال إذا ما توقفنا المنطقة المرتفعة طريق ذهابا وإيابا، وكذلك العلامات موجودة هنا على مستوى الأبراج التي تحدثنا عنها والبنايات، وسترى بأن فعلا الصورة وإن كانت غير واضحة نوعا ما من القمر الصناعي ولكن هي تبدو متطابقة مع نرى على سبيل المثال هذا هو المبنى الأول بنفس اللون وعلى مسافة منه يأتي هذا المبنى الثاني، كذلك على مستوى الأبراج فإن هنالك الكثير من الأبراج الحاضرة في هذه النقطة، وهنا برجين على سبيل المثال نأخذ صورة واضحة من القمر الصناعي الآن وسترى هذا هو برج وهذا برج آخر وهنالك نوعا ما مسافة بين هذين البرجين مما يتطابق ويعني بأن هذه السيارة فعلا كانت قد استهدفت هنا في هذه المنطقة التي سنعود لها الآن، ويوضح لك أن إسرائيل فعلا تعلم أين تتحرك كل هذه الأطراف حتى وإن كان من دون أي حماية وتبدو سيارة عادية، واستغلوا هذه المساحة المفتوحة ليقوموا بعملية الاغتيال في نهاية المطاف، وهذا الطريق يبدو وكأنه تحول إلى طريق الموت إن صح التعبير، خاصة وأن قبل 6 أيام تقريبا من هذه العملية التي جاءت ضد محمد قاطرشي كان هنالك استهدافا لأحد أهم الشخصيات المهمة بالنسبة لحزب الله اللبناني المرافق السابق للسيد حسن نصر الله وهو ياسر قرنبوش، هذا الرجل هو أيضا اتضح بأنه مسؤول عن عملية نقل الأفراد والأسلحة من سوريا مباشرة إلى لبنان، وحزب الله اللبناني استهدف هنا بسيارته بنفس الطريقة عندما جاءت طائرة مسيرة وتمكنت من استهدافه في نهاية المطاف، وها نحن أمام رجل أعمال مهم للغاية على المستوى السوري أيضا تم اغتياله كما حددنا هنا في هذه المنطقة، والمشكلة أن هذه المنطقة هي منطقة تحت سيطرة الحرس الجمهورية السوري والفرقة الرابعة، وهنا مرة أخرى يتضح لنا بأن الاختراق الإسرائيلي يبدو كبيرا لهذه الأطراف، يرون تماما ما الذي يجري في سوريا وكذلك على مستوى الداخل اللبناني ومتابعة حثيثة للقيام بكل هذه عمليات الاغتيال. بالتالي خلال 6 أيام شخصيتين مهمة قد استهدفت، وهذا الطريق أيضا هذا يعتبر الاستهداف الثالث خلال الشهرين الماضية، مما يوضح لك أن الأمور تصبح صعبة للغاية شيئا بعد شيء، ونحن نتحدث هنا عن نقل للأفراد والعناصر والأسلحة من قبل قرنبوش، وهنا نقل للأموال ودفع للأموال بشكل مباشر للفصائل وكذلك لحزب الله اللبناني، خاصة وأن الرجل استهدف عندما كان عائدا من لبنان، وكل المصادر وأغلب المصادر تتحدث بأنه كان قادما من لقاءات مهمة مرتبطة بحزب الله اللبناني في ظل توقيتات خطيرة للغاية، أي شيء ينقل أو يتحرك من سوريا إلى لبنان أو العكس هو أصبح هدفا من قبل الجانب الإسرائيلي، لكن هذه الضربة أيضا تأتي إلى عمق النظام السوري، وهذه أيضا قصة بدأنا نراها تتطور من قبل الجانب الإسرائيلي ضد النظام السوري، فإن الضربات الكثيرة التي بدأنا نراها ضد النظام السوري بدأت تظهر من خلال الأسبوع الماضي، خلال الأسبوع الماضي إسرائيل قامت بتنفيذ الكثير
كثير من العمليات ضد الجيش العربي السوري إن كان الموجود في العاصمة السورية دمشق أو حتى في القنيطرة أو حتى في منطقة عرب الملك التي تأتي إلى الجنوب من اللاذقية. إسرائيل استهدفت كل النقاط الخاصة بالجيش العربي السوري، لا بل إنهم أبلغوهم تماما بأن عليكم فعل شيء تجاه الفصائل المسلحة المقربة من إيران، لأن هنالك الكثير من الهجمات التي تنطلق من سوريا إلى إسرائيل. واضح هنا إسرائيل تزيد من الضغط بشكل عال على سوريا، على الفصائل، على النظام السوري، وهذا يدلل أيضا ويعطي مؤشرا آخرا بأن إسرائيل تستعد على ما يبدو للتقدم ضد حزب الله اللبناني إن لم يكن هنالك أي متغير، خاصة وأن بنيامين نتنياهو يقوم بعرقلة الكثير من الأمور المتعلقة بصفقة الهدنة أو الاتفاق المرتبط في قطاع غزة، وبالتالي هنا إضعاف الجبهة السورية قدر الإمكان واستنزافها من أجل أن تكون الأمور مريحة بالنسبة لإسرائيل لتتقدم لهذه المنطقة. والأمور على ما يبدو ستكون صعبة بالنسبة للفصائل المسلحة بشكل عام في الفترة القادمة وحتى إيران ونشاطاتها في المنطقة، خاصة مع التغير المتوقع الذي ممكن أن يحدث في الداخل الأمريكي في الانتخابات الأمريكية القادمة في نوفمبر إن استمرت الحرب في هذه المنطقة وطالت الحرب ووجدنا أنفسنا أمام حرب طويلة تجاه حزب الله. إن قامت إسرائيل فعلا بهذا الأمر وهو أمر متوقع أن تطول هذه الحرب، وخاصة الآن الأنظار كلها تتجه باتجاه دونالد ترامب الذي نجا من عملية اغتيال خطيرة وقام يوم أمس بإعلان على موقعه تروث سوشيال، وكان قد أعلن عن نائبه بشكل رسمي وهو جي دي فانس الذي ترونه هنا. هذا الرجل اختاره دونالد ترامب كنائبا له، وهذا الرجل ظهر مع دونالد ترامب يوم أمس في المؤتمر الوطني للجمهوريين حيث تم الإعلان بشكل رسمي أن دونالد ترامب هو مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الأمريكية القادمة في شهر نوفمبر القادم، وأن جي دي فانس هو نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بالتالي البطاقة الانتخابية أصبحت جاهزة بالنسبة للطرفين، وجي دي فانس هنا ضد إيران بشكل كبير، هو لديه مواقف معادية لإيران. على سبيل المثال هذا الرجل هو ليس غريبا على منطقة الشرق الأوسط، هو كان في المشاة البحرية الأمريكية المارينز وكان قد خدم في العراق، كذلك له منشورات سابقة توضح بأنه ليس على موقف طيب مع الجانب الإيراني ولديه آراء قوية جدا وضاغطة على إيران. في عام 2022 على موقع أكس كان قد وضح بشكل واضح بأنه ضد العودة للاتفاق النووي مع إيران، هو ضد تخفيف العقوبات على إيران بأي شكل من الأشكال كما تفعل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وكذلك أنه ظهر يوم أمس في لقاء في المؤتمر الوطني الجمهوري وكان قد تحدث إذا أردنا إرسال لكمة لهم ستكون لكمة قوية مثل ما فعلنا عندما قتلنا سليماني، لأنه يعتقد بأن بهذه العملية تحقق السلام والهدوء في منطقة الشرق الأوسط، حتى جاء جو بايدن ليتساهل مع إيران ونرى ما نرى من عمليات التصعيد الكبيرة التي نراها اليوم. ولكن هذا الرجل أيضا في نفس الوقت في أكتوبر من العام الماضي كان قد ظهر في برنامج Face the Nation الذي ترونه هنا وأوضح بأنه ليس مع حقيقة ضرب إيران بشكل مباشر، هو ليس مع هذه القضية، هو مع ردود الفعل على الفصائل، أي استهداف للقوات الأمريكية سترد الولايات المتحدة بضربة وبضربة قوية. وكانت قد أوضحت أيضا The Hill آنذاك عندما نرى هنا بأن جي دي فانس فعلا هو حتى ضد أي عملية تخويل أو تشريع أي قرار داخل الكونغرس الأمريكي يشرع ويعطي التخويل الكامل لأي رئيس أمريكي في توجيه ضربات مباشرة على العمق الإيراني، لأنه يعتقد بأن هذا ممكن أن يؤدي إلى تصعيد كبير. بالتالي يشبه دونالد ترامب في الكثير من التفاصيل عندما يتحدث ويصرح، وهذا قد يعني أن إذا وصل ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة سيعني بأن هنالك مشكلة ستواجهها هذه الفصائل على مستوى التمويل، العقوبات أو حتى الاغتيالات.